البنات كديرين لاباس عليكم كلكم على خير وبخير نتمنى تكونوا في صحه جيده اليوم البنات جيتكم فيديو جديد كيف ما قلت لكم في الفيديو الاخر غادي نشارك معكم الكرشه غنوريكم كي طيبوها غنوريكم ماشي كي طيبوها نوريكم كي تغسلوها باش ما تغلبش عليكم نوريكم الطريقه ديالي انا كيف كندير ليها المهم البنات هانتوما معايا المهم البنات البارح وريتكم الكرشه كانت كبيره الكرشه البنات كانت كبيره انا شديتها هانتوما شديتها انا قطعتها البنات طريفات باش ما تغلبنيش قطعتها البنات طريفات المهم غادي نشدها البنات انا غادي راني غسلتها مزيان واخا هكاك سبحان الله الكرشه راه ما كتصفعش الا ما المهم غديروا لها الطريقه كيف ما كندير كاين اللي كيعرفها كاين اللي ما كيعرفهاش دابا تبارك الله راه كاين اليوتيوب وكاين سميتو انا البنات غندير فيها خماره ديال الحلوه ديك الزهر الحمراء ديال المغرب خماره وحده ديال الحلوه حتى هي كتساعد هي راه الصراحه البنات راه شديتها انايا بلا ما نديرها هنا عرفتي طيرت منها واحد شويه مشات كلها طايره ماشي بحال ديال المغرب مع الزهر والله البنات انتما كتشوفوا كندير لها كتخرج سبحان الله ولكن انا غنزيد عليها المطايب البنات وغادي نسد عليها وغنخليها مزيان تتغلى مزيان باش ديك الساعات كتقشر بسهوله المهم البنات غادي نزيد عليها الماء زدت عليها الماء غادي نخليها تغلي غادي نسد عليها وغنخليها تغلي بالبيان ملي غتغلي البنات غنخرجها من هنا وغنديرها في ميكا وغنخليها بحال ملي كنشويو الفلفل وكنديروها في ميكا باش داك الصهد كيرجع عليها وعلى فكره نقول لكم فكره اخرى كاين اللي كيدير البنات عوض هاد الخماره الحمراء كاين اللي كيدير اسبرو اما البنات ما نقدرش نديرها اسبرو هذاك كيبقى دواء وحنا هادشي كناكلو انا ما نزعمش ولكن كاين اللي كيدير فيها تا اسبرو المهم البنات غنخليوها هنايا واحد المهم واحد 15 دقيقه بحال هكاك بيد ما تطبخ مزيان وديك الجلده تطلع باش انا هذيك خليتها تما كطيب عطيتها وقتها جيت هنا البيت نجلس نتحدث معكم شويه المهم البنات كان البارح مشى راجلي هو وبنتي بغات تشري شي لعيبه هكا ديال داك فورتنايت ولا ما عرفتش شنو سميتو داك الشيء وكان فهمش فيه المهم البنات ومع انا شحال هذه قلت لكم راه سرقوا لي الكروسه عقلتوا فاش قلت لكم راه البنات راه كروستي كانت لتحت وراه سرقوها ليا وماشي انا الاولى هنا ثلاثه د الناس اللي داو لهم كرارس في العماره انا هي الثالثه ايوا يا البنات البارح مشى كيتقدى في داك السوبر مارشي كبير المهم بحال كاريفور هو يلقى واحد البلغاريه لقاها سايقه الكروسه ديالي وهي تشوفو بنتو قالت له ماما شفتو بنتي قالت له ماما هذه الكروسه ديالنا قال لها اه والله لا ديالنا ومشى وكيقول لها الكروسه راه ديالنا كتقول ليه لا 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 ماينه كتقول له راه شريتها من واحد الحانوت في الشارع قالها دابا غادي نعيط لك البوليس وهما باش تعرفوا الكلاخ وما كيخافوش وما عندهمش مشكل هذا داك التيكي ديال الطياره ملي كنطلع في الطياره ملي كتكوني ديه معكم الكروسه كيدير لكم واحد التيكي حتى هي فيها داك التيكي ولا شنو كيقول بي 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 اتا ديال بي كيدير لكم البنات فيها البي الكروسه ضروري تجي فيها البي هذاك البي باقي في كروستي وعفتي الكروسه كيردوها الكروسه مهم انا كنت خديتها للنور فاش تزادت خديتها بالشهوه ايوا يا البنات وبقى نقيه بقى محافظه عليها تقولوا بقى جديده الكروسه عفتي عندي الماتيريال ديالها هنا كله جديد باقي بميكتو داكشي مكيسه عليه انا كتشعل قال لي كو كنتي تشوفي الكروسه كيردوها بعدا هذاك واحد السويك كيتخشى هكا باش كتغطي هكا البيبي كيتخشى هكا في الكروسه من قدام ما كاينش والكروسه على ملي كيجلس الدري غمالت غملوها يعني خانزه يعني واش كان كياكل عليها وكيشرب عليها الحليب وداك الشيء كيتقطر تما وكتخليه وداك الشيء غمال وخناز المهم شنو غنقول لكم صافي قال لي حيدتها ليها حيدها ليها وقال لها دابا راه البوليس كيتسناوك على برا زيدي كتقول ليه لا 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 قالت لك قال صيفط بنتي باش تمشي تشوفها هما يا البنات لقاوها طارت هربات وانا راجلي مبغاش يعيط لها البوليس قال لك انايا كنبكي بغي يرتاح السبت والحد قال لك عاد نبقى انايا ندور عاد انايا مع البوليس واش غيديروا لها غيديروا لها غير مولطه يعني غيديروا لها غير شطرافه صافي وغيطلقوها بحالها
هادشي اللي كاين البنات والله العظيم الصراحه بولغاروس في هاد البلاد هادو يعني مخنزين البلاد يعني موسخين. المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هي الكرشه ديالنا غلات، عرفتوا اش نقول لكم؟ خاصها دابا، خاصها دابا هاد الميكه هادي غنشدو بحال هكا نصفيوها مزيان من الماء وغنزمتو عليها في الميكه باش نيت كترطاب واحد شويه. انا خليتها قبل ما تصفر التصفيره الاولى حيدتها البنات هانتوما فيها واحد الريحه البنات مجهده ديال البقره مجهده بزاف يعني خاصها تنقى على حقها وطريقها بالبيان هانتوما البنات كنت غنقيها نتقاسم معكم كيفاش كندير انايا نصايبها. اما عند الاتراك راه كتباع منقيه مقاده ها نتوما صافي لا يزيد كثر البنات لا يزيد كثر. هذه البنات غنديرها بحال هكا وغندير فيها هذه هكا نشدها صافي وغنخليها واحد 10 دقائق غنحطها واحد 10 دقائق هنايا حتى وكان سخن حتى وكان يرجع عليها داك الصهد البنات. المهم صافي البنات وهنا معاكم وهانتوما معايا المهم تكونوا حاضرين ناظرين. وبالنسبه للبنات لهاد اللحم هذا اللي وريتكم البارح في الفيديو المهم اللي فات هاد الكوتليطات هادو الكبار انا قلت ان شاء الله غادي نقليهم وندير معاهم شليده وندير معاهم طاطا فريت وندير معاهم لاصوص طوماط ورا شايط ليا هنا كسكسو والخضره حتى هو غنسخن غنحط واحد الطبيصل وصافي زدت مادام كنديرو بحالنا بحال الناس. انا كسكسو كيعجبني البنات ومع شايطه فيه الخضره وبيت او يا سلام يا سلام الكسكسو ملي كيبات كيعجبني البنات صافي هادشي اللي كاين الغزالات ديال. المهم ها هي البنات هاد الكرشه ديالنا هادي غادي نحكها الصراحه عرفتي ملي درتها في الماء قبل ما نديرها في الماء كنت كنديرها غير بحال هكا كتقشر دابا شتها بحال لا ما بغاتش تقشر هاد الكرشه. المهم غادي البنات غادي نجيب واحد سميتو غندير على صدري هذا باش ما يتوسخش البنات كنقلب. البنات الله يجازيكم بخير قولوا لي فين اللي كتبيع مثلا ديك الطابليه ديال البلاستيك اللي كطلع هنايا على سميتو ما لقيتش البلاستيك كنلقى غير ديال التوب وديال التوب ما بغيتهاش باغا البنات ديال البلاستيك. الله يجازيكم بخير اللي كتبيعها اولا كتعرف فين كاينه تقولها ليا الله يرحم والديكم. بغيت الطابليه ديال سميتو. المهم البنات هذه غنديرها بواحد الطريقه اخرى غادي نشوف غادي نحكها في لافابو المهم وديك الساعه ملي غنحكها وغنسالي وهانتوما معايا البنات. المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا انا فركت الكرشه ديالنا خليتها من الداخل نقيقيه حيت من هذاك دوك الشحيمات داكشي اللي كان هنا خضر داك الجلده هي راه واخا كتبان لكم بحال هكا ولكن راه نقيت ضربت لها واحد الحكه ديال القلب. البنات كنت بغيت نصور لكم ملي كنت كنحك ولكن داك شافتي وكيطير راكم عارفين الكرشه ملي كتجي تحكيها كيبقى داك الشيء يطير يعني ديرونجاني ما غيخلينيش نصور مزيان. المهم القضيه الثانيه اللي بغيت نوريكم اللي هي مهمه جدا هي هاد القضيه هادي بلاتي باش يبان لي الروبيني شويه هاك ما تديوش على هاد الحوايج اللي هنا الناس اللي ما عندهمش اللي يشد معاهم ما عندكش مثلا اللي يشد معاك الكرشه غير بوحدك في الدار اولا بحالي مهربه بحال سميتو هاكي غديروا البنات بغيتي تقطعي كديري بحال هكا صافي ما تساينيش زعما اللي قطع مع اللي يشد معاك ولا راها سهله جدا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا صافي هذا هو اللي بغيت نوريكم لان بزاف الناس البنات ما عارفينش هاد القضيه هانتوما كتشدي وكتقطعي الكرشه على هاد الشكل هذا بحال هكا يلا ولا ما كنتوش عارفينها ووريتها لكم وجاتكم علقانه تعاو معايا البنات سيري يا اسماء الله يعطيك غا على قد قلبك وعلى قد خاطرك صافي حنا نبقاو ندعيو غير بالنيات والاعمال. البنات كيف ما كتشوفوا انا قطعت الكرشه
ها هي قطعتها وكركرتها هنايا. دابا شنو غادي نديرو؟ الخطوه الثالثه اللي هي غنديروا هذه الكرشه البنات هنا. بسم الله ها هي نديروها هنا البنات. عرفتوا البنات بغيت نقول لكم بنتي داخله كتقول لي شنو هذا الشيء؟ اوف ماما كاكا اريني الكمامه، دايره الكمامه على نيفها. كتقول لي هذه شنو هذه؟ كنقول لها الحمه ديال باء. كتقول لي الحمه ديال باء خانزه. وين البنات؟ المهم خليكم معايا هنا، ركزوا لي. انا درت هنايا هاد سميتو، بلاتي نوريكم اش غنديروا. غنشدوا هاد الحامضه هذه. نعم اسيدي راكم كتعرفوا الكرشه خصها الغسيل ديال بصح، ماشي الغسيل ديال التفليه، الغسيل ديال بصح، الغسيل والفريك. المهم البنات انا غنقطع الحامض، كاين اللي كيعصرو كاين اللي كيقطعو هكا. المهم تيولي قال لك راسك وفاش ارتاحيتي. المهم البنات انا غندير بحال هكا بلاتي، غنعصرو وغنخليني تنقشر الحامض هنا. ها هو. والبنات اش غنديرو دابا؟ دابا ها هو الحامض، ها نتوما غندير البنات هاد الشيء هنا، وغادي نكب عليه الماء، وغنخلي هاد الحامض وهاد الكرشه يزيدوا يطبخوا في الماء مزيان مزيان باش كتحيد. هي صالحه الزفوره ما بقاتش، ولكن كتعرفوا الكرشه مجهده. صافي البنات هاد الشيء اللي كاين. هكا كنغسل انا الكرشه ديالي، وهكا كندير غير بوحدي مدابزه مع راسي، ودايره ديك الكرشه باباها دايرها في ديك في داك الروبيني. هي تجبد وانا نجبد ونقطع باباها مزيان. المهم البنات صافي، ملي غادي تغلى هاد الكرشه ديالكم غادي نشدوها، غادي نصفيوها في واحد الصفايه. صافي ديك الساعه البنات تقسموها في ميكات وديروها في فريغو على يعني على قدكم نتوما، حتى كطيبوها وداك الشيء. ملي كطيبوها كتبرد، ملي كتبرد طيبو صافي كتجبدو من الفريغو. بنتي مالكي؟ صافي البنات دابا غادي نمسح غير بجافيل وداك الشيء، راكم عارفين باش ما تبقاش ديك الريحه ديال الكرشه هنايا. وصافي هادشي اللي كاين البنات، انا تقاسمتها معاكم كيف كندير داكشي، قلت غنخمل وغادي نجمعو نمسح وداكشي، وغادي نوض كيف ما خلات هادكشي طق طق وداكشي. المهم وغنصايب الكرشه ونوري لخواتاتي، حيت كاين اللي ما كتعرفش مسكينه، كاين اللي مثلا مشات لشي بلاصه وتشهاتها، مثلا كتقرا ومشات لشي بلاصه وتشهاتها وبغات ديرها عمرها صايبتها. المهم حنا كنتقاسموا معاكم هما دوك الحادقات اللي بحالي بحالهم، ماشي مشكل بنادم يقدو تديو عليا ديك القضيه ديال الروبيني. البنات قضيه ديال الروبيني راه قليل اللي عارفها، راكم عارفين حنا في الغربه ما كاينش اللي يشد معاك. الوليدات الصغار كيعيفوها، بنتي دخلات قالت لك بحال كاين الحولي هنا، اخرى كتقول لك ديري ليا كمامتي. مهم استعينوا بالروبيني الله يخلف عليا. المهم صافي هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا شاهدتوه وعجبكم واستفدتوا منه. ما تنساوش ليا اللايكات والكومونتيرات اللي كيشجعوني ويخلي كيخليني فرحانه وعندي واحد الحماس وكل نهار نعطي حاجه. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليكم حتى الفيديو جديد ومح عليكم.